يتم استضافة وزير الداخلية بعد العيد مباشرة. سيارتك أنت وزير الداخلية مظللة أو مو مظللة؟ يجي جاوب هنا مجلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة سجاد شنغالي. نقوم على مشاهدة الفيديو بالكامل. مشادات كلامية بين الحلبوسي وعبد الأمير الشبمري وزير الداخلية. حدثت الخلافات بين محمد حلبوسي وعبد الأمير الشبمري وزير الداخلية أثر مداخلة للنائب يوسف الكلابي طالب فيها باستضافة الوزير وقادة أمنيين، حيث اتهم خلال مداخلته بعض مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية وبعض المؤسسات الإعلامية بقيامها بالانتهاك الصارخ لأعضاء مجلس النواب، مضيفا أن أحد الضباط قام بالتهكم على أحدى العجلات باعتبارها مضللة رغم إظهار النائب كتاب التخويل الرسمي. وبعد مداخلة النائب وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي باستضافة وزير الداخلية عبد الأمير الشبمري بعد عطلة عيد الفطر وتوجيه سؤال شفوي واحد له حول سيارته المضللة. وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان التي عقدت في ساعة متأخرة من ليلة أمس إن وزير الداخلية شخصية تهتم بالإعلام والفيسبوك، مضيفا سيتم استضافة وزير الداخلية بعد العيد مباشرة وتوجيه سؤال شفوي له ليرد عليه هنا. وبين الحلبوسي أن السؤال يتضمن هل إن سيارتك مضللة أم لا وما الفائدة من ذلك، موضحا أن سؤالا آخرا يوجه إلى السلطة التنفيذية وهو هل اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أصدر التصريحات حول السيارة المضللة ومن روج لها. وتابع قائلا يوم أمس وقعت سؤالا شفهيا إلى وزير الداخلية يتعلق بمخالفات في وزارة الداخلية، مجددا القول بأن وزير الداخلية يهتم كثيرا بالإعلام والفيسبوك، وأشار إلى أن ما يحدث هو استهداف لمجلس النواب، الغاية منه انتهاك السلطة الرقابية التي منحت لأعضاء المجلس، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصويبا لعمل السلطات كافة في البلد. وتابع قائلا أصبح أعضاء مجلس النواب اليوم ميزة يقوم بها مقدم البرامج للسلطة التنفيذية ليهين بها النائب دون أن يرد عليها أحد، مطالبا باستضافة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتبركة ومدير المرور العامة. أتمنى أن لا تنسونا بدعمكم بالاشتراك في القناة وتشغيل زر الجرس والإعجاب على هذا الفيديو، وتحياتي لكم جميعاً.